السعيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل شهادته إن شاء الله هي بداية للنصر إن شاء الله في المطالب. نسأل الله عز وجل أن يجعله في زمرة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وفي ركب الشهداء والصالحين والصديقين. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن جميع الأسرى وعن جميع الجرحى وأن يفرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.